اليوم كلف بالخطبة محمد عبد الكريم العيسى في مسجد نمر، المسجد اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس شيخ المسلمين، هذا مش إمام المسلمين، هذا محمد عبد الكريم العيسى، هذا شيخ المطبعين مها الوهابيين، هذولا الذراع الديني لآل سعود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف ذات بينهم وانشر العلم والخير فيهم وأصلح ذراريهم وبارك لهم في أرزاقهم وأدخلهم الجنة. حشاش ماجن، هذا الحشاش الماجن الفاسد الفاسق صار إمام للبلد. سمحت الشيخ محمد عبد الكريم، خربان الدنيا يصير محمد عبد الكريم العيسى إمام مسجد نمرة. وفي مواجهة الجهل والسفه يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحبا قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.